في إطار مبادرة لتمويل اقتناء مكتبة متنقلة لفائدة أطفال جهة طنجة تطوان الحسيمة، افتتح الخميس الماضي بطنجة معرض فني بمشاركة 50 فنانا تشكيليا من المغرب والخارج. Il s'agit d'exposer les œuvres d'une cinquantaine d'artistes qui ont généreusement donné leurs œuvres au club, qui les exposent jusqu'au 23 يتعلق الأمر بعرض لوحات 50 فنانا تشكيليا وهبوا أعمالهم لنادي اليونسكو لعرضها إلى غاية 23 من فبراير المقبل. وفي ختام هذا المعرض سيتم تنظيم مزاد علني لبيع مختلف اللوحات المعروضة من أجل تمويل اقتناء حافلة سيتم تجهيزها كمكتبة متنقلة، وسنتمكن من خلال هذه المكتبة المتنقلة من حمل الكتب إلى مختلف مدارس الجهة، وذلك من أجل تشجيع وحض التلاميذ على المطالعة. La campagne, Husseima, Wazan, etc. Et c'est surtout pour encourager les élèves à lire, pour les pousser vers la lecture. من جهته قال المدير الجهوي للثقافة بطنجة تطوان الحسيمة محمد التقال أن هذا المعرض الفني يشكل مناسبة لتعزيز تبادل التجارب والأفكار والرؤى بين الفنانين المشاركين. يهدف هذا المعرض أولا إلى المساهمة في تنشيط الحركة الثقافية بمدينة طنجة، والهدف كذلك هو مساهمة الفنانين أو مجموعة من الفنانين في دعم مشروع مكتب اليونسكو من أجل اقتناء حافلة مكتبة ستعمل وزارة الثقافة على تجهيزها بالكتب والمراجع لتكون في خدمة الفعل الثقافي بالعالم القروي بجهة طنجة تطوان الحسيمة. ويهدف المعرض المنظم بمبادرة من نادي اليونسكو بطنجة تحت رعاية وزارة الثقافة والاتصال وجهة وولاية طنجة تطوان الحسيمة تحت شعار 50 فنانا من أجل حافلة مكتبة تشجيع دينامية المشهد الثقافي وتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين فنانين قادمين من مختلف جهات المملكة ومن الخارج والمساهمة في دمقراطة الفن.